السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية الصف الأول الابتدائي، مدرسة المجتمع الخاصة للبنات. عنوان درسنا لهذا اليوم التعبير الكتابي. أهدافنا أن تعبر الطالبة عن الصور بجمل مناسبة. هيا بنا ننظر معا، ماذا نرى في هذه الصورة؟ نعم، إنهم راشد ونورة. ترى ماذا يريدان أن يخبران راشد ونورة اليوم؟ وماذا يحملان في يدهما؟ نعم، يحمل كل منهما مظلة. وماذا يرتديان؟ يرتديان ملابس ثقيلة. لماذا يا ترى؟ لأن الجو يمطر. ومتى تمطر السماء يا عزيزاتي؟ تمطر السماء في فصل الشتاء. هيا معا انظروا معي إلى هذه الصورة، ماذا نرى فيها؟ نعم، نرى الأوراق تسقط. تسقط أوراق الأشجار. أين تسقط أوراق الأشجار؟ على الأرض. ومتى تسقط أوراق الأشجار يا عزيزاتي؟ في أي فصل من فصول السنة؟ نعم، في فصل الخريف. هيا معي انظروا معي إلى هذه الصورة. نعم، إنها صورة راشد ونورة. ترى ماذا يحملان في يدهما؟ يحمل كل منهما مظلة، ويرتديان أيضا ملابس ثقيلة. لماذا؟ لأنهما في فصل الشتاء. وماذا يحدث في فصل الشتاء يا عزيزاتي؟ تسقط الأمطار. هيا بنا ننتقل إلى الصورة التالية. ماذا نرى في هذه الصورة؟ نعم يا معلمتي، نرى فراشات ملونة، ونرى أيضا أزهار، ونرى أيضا السماء صافية. حقا، إننا نرى الأزهار والسماء الصافية، ونرى أيضا الفراشات. فعن ماذا تعبر هذه الصورة يا حبيباتي؟ أي فصل من فصول السنة؟ نفكر معا. نعم، إنه فصل الربيع. وفي فصل الربيع تزهر الأزهار، وتطير الفراشات، ويعتدل المناخ. هيا بنا ننظر إلى الصورة التالية ونعبر عما نرى فيها. نرى البحر، ونرى أيضا الرمل، ونرى أيضا الشاطئ، ونرى نورة تلعب بالألعاب. نعم، إنهم في فصل الصيف، فنحن نذهب إلى الشاطئ في فصل الصيف. هدفنا من درسنا اليوم يا عزيزاتي أن تعبر الطالبة عن الصور بجمل مناسبة. هيا شاهد هذا الفيديو. حط بطة، هذه بطة، هل أكتبها؟ هيا اكتبها. اكتب بطة، هذه بطة، هل أكتبها؟ هيا اكتبها. هذه بطة.
من ناحية اليمنى نمشي نمشي نحو اليسرى نتلوى نمضي نتثنى بالمقلوب سنلقى العسرى لام يا لام ألف ليلى هيا هيا يا بسام أنا أكتبها دون معنى ألف لام يا لام نبدأ بالناحية اليمنى نمشي نمشي نحو اليسرى نتلوى نمضي نتثنى بالمقلوب سنلقى العسرى وحدي وحدي سأجربها قطة ثم النقطة بعد النقطة وكما نقرأها نكتبها هيا بنا يا عزيزاتي فلنفتح الكتاب المدرسي صفحة 181 وأكتب وأعبر عن كل صورة ماذا تعبر الصورة الأولى يا ترى؟ نعم إنها تعبر عن فصل الخريف وماذا يحدث في فصل الخريف؟ لنتذكر معا نعم تسقط أوراق الشجر في فصل الخريف هيا ننتقل إلى الصورة الثانية ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ وعن أي فصل من فصول السنة تعبر؟ نعم إنها تعبر عن فصل الشتاء وماذا يحدث في فصل الشتاء؟ فلنفكر معا نعم أحسنتن فتسقط الأمطار في فصل الشتاء ينزل المطر في فصل الشتاء ولا ننسى عزيزاتي أن نضع نقطة في نهاية الجملة هيا بنا ننتقل إلى الصورتين التاليتين الصورة الأولى هيا بنا نعبر عنها معا ماذا نرى في هذه الصورة؟ نعم نرى الأزهار والفراشات وعن أي فصل تعبر هذه الصورة يا حبيباتي؟ نعم معلمتي إنها تعبر عن فصل الربيع وماذا يحدث في فصل الربيع؟ تتفتح الأزهار في فصل الربيع هيا يا عزيزاتي اكتبن هذه الجملة ولنضع نقطة في نهاية الجملة هيا بنا ننتقل للتعبير عن الصورة التالية ماذا نرى في هذه الصورة وعن أي فصل من فصول السنة تعبر؟ نعم نرى البحر والسماء الصافية ونشاهد هذه الصورة في فصل الصيف فنحن نذهب إلى الشاطئ في فصل الصيف هيا يا عزيزاتي اكتبن الجملة في كتبكم ولا تنسيان أن تضع النقطة في نهاية الجملة هيا يا حبيباتي فلتفتحن الكتاب المدرسي صفحة 181 ونبدأ بحل التدريب بالتعبير عن الصور بالجمل المناسبة لقد استطعنا اليوم التعبير عن الصور بشكل صحيح انتهت حصتنا لهذا اليوم مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق وإلى لقاء في درس جديد